جاء عند ابن ماجه أن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قال: إنا لنجد في الكتاب، يعني في التوراة، أن في الجمعة ساعة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو بعض ساعة. فقال عبد الله: صدقت يا رسول الله. ولذلك قال الإمام أحمد: الساعة التي بعد صلاة العصر من يوم الجمعة يعظمها أهل الملل.